خد خد تعال 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 انت بتهرب بتهرب ليه بتجري ليه ايه مرعوب مرعوب ليه انا فكرت ضابط قاعد في العربيه ضابط وانت حرامي بتجري يا نهار اسود من اولها معلش وايه ده انا دي ما حلاش جارك ليه انت اللي مسلمني الجته كده جته ايه انت بتبص تحت الرقبه اكتر ما فيش يا سيدي المهم لازم تفهم ان انت رياض باشا مدير السجن حاضر انا رياض باشا مدير السجن ومش بس صح ايوه بس ماليش دعوه انا رياض باشا بس ايوه رياض باشا انا رياض باشا بس كده وانت هتفضل واقف في السجن تقول يا رياض باشا بس لا بس عشان افتكر بس عشان افتكر واذا حد سالني اقول له رياض باشا بس عشان الضابط الزغنطر ده هو اللي قال لي اللي هو مين بقى اللي هو انت الضابط الزغنطر انا الضابط الزغنطر على العموم اعمل اللي انت عاوز تعمله المهم اطمن انا هبقى دايما في ظهرك أتعب يعني ولا إيه ده؟ لا مش أتعب يعني عشان أراقبك يعني هتلاقيني وراك يا جنبك يعني لا أعرف لك في حتة جنبي وراي عشان ما ألف ألقاك ما أضغطش أنا بقى مش مخ أنا هنلعب مساكة يعني عاوز أقول لك اطمن أنا هبقى مراقبك عشان ما تغلطش وانت رياض باشا مدير السجن أنا فهمت؟ انا رياض باشا مدير السجن المدير السجن لا معلش بقى اركب 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 لا 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 يا مدام لا يعني ايه رياض يطلع من مستشفى الشغل والله سعادتك هو بنفسه قال لي وصلني على البيت الاول مش كده برضه والله قال طول وصلني على البيت من المدة دي بعدين عموما يا رياض باشا اتفضل روح انت مع المدام وانا حالاتي النهارده في السجن سجن ايه ومدام مين روح انا ومين مين دي دي مراتك الله ده نهار اسود يلا يا رياض ايوه وصلنا حتى بقى ايوه ده نهار انت ممكن تنزل مننا الكوكب كده مدام فيحاء ده مين رياض يلا أيوة. حاضر يا حاج على جاي قلت لك خلاص فيحاء اسمها ايه فيحاء فيحاء ده معطر ده مش اتفضلي يا مدام من فضلك يلا رياض انا عارفه ان انت زعلان مني بس مش معنى كده انك انت تسيب البيت صحيح ممكن اكون غلطت بس ده اسم مزيكا ما يستاهلش كل ده رياض انت جوزي وانا اكتر واحده لازم تبقى جنبك بعد العمليه ده واجبي انت ساكت كده ليه هو حضرتك بتكلمني امال بكلم مين انا قصدك عنا كده فكرتك بتكلمني في الموضوع عيل انت مال صوتك عامل كده ليه لا 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 الفنج معصفر الفنج معصر يعني الدكتور قال لي هيقعد بتاع حوالي يعني 9-6 سنين كده يعني ايه ده انت ساكن في القناطر الخارجية يلا بقى استنى ومدى مدمازيل استنى استنى كان ده غويط لا الحمد لله على السلامه انا هطلع اخد شاور بتاعي قبل ما تستريح نعم هطلع اخد شاور بتاعي قبل ما تستريح لا خد الشنطه برضه ايه الشمس اللي منور الدنيا دي الليل اللي هاجم ده مبسوط بطبق او وقفل من وقفل في لجنة كلهم سألوا عليك في المستشفى والله دول كلهم ليك حق تفتخر بيهم انا نفسي لما بقف قدامهم بحس ان انا ام سو براود اكيد انت كمان سو براود اوف ذم صح نعم يعني هما اكيد يعني ولود حلال يعني هما مين دول دي العيله يا رياض
لا لا عويد. لا لا عويد. معلش ما خدتش العمليه. معلش انا عارف العمليه يعني... اه بالظبط هي العمليه صعب متاثره بيها انا بس انت عارفه يعني فتره هتعدي. طب هم يعني هم ملمومين كده ليه؟ ده انكل مازن. فين بقى ده مازن؟ ده انكل مازن. عميد. نعم. لسه واخد رتبه لواء نصب واحتيال. حديد وشايل رتبه ايه؟ نصب واحتيال. هو نصب يا لواء سواد يعني. طب ومين التاني الرزم ده اللي هو واكل شوكولاته كتير ده؟ ده انكل توفيق. توفيق؟ لا والله واخد حته مخدرات. يا لهوي والله ده خدلان. والتاني ابو صباع تبشير ده عارف انا ده لما كان بقه بايظ الحمد لله دلوقتي مبقاش فيه. ادهم بيع التليفون. ايوه ادهم ليه؟ انت فين؟ انا خلاص انا هعترف. انا فاضل لي 5 دقايق وهعترف. اثبت انت دلوقتي رياض باشا لازم تتعامل على انك رياض باشا. ابوس ايدك لسه معرفاني على العيله دلوقتي كلها رتب فضل لهم جوز عساكر واعلان الحرب. ابوس ايدك تعالى خدني من الفيلا دي. لو زنقت في اي سؤال اطلع منه باي حجه وانا من نجمه هكون عندك. ماشي من نجمه انا مستني من نجمه. لازم هتطلع تنام ولا زعلان زي عوايدك؟ هو لو حضرتك زعلانه او متعوده على الزعل يعني انا ما اقدرش ارفض لك اي طلب يعني ممكن ازعل يعني. يبقى اكيد لسه زعلان. لا مش لسه زعلان. خلاص. لا ما هو من حرام. بنوي. بنوي. بلال يا مازن يا مادة يا ما حاجة حقة. لا ما تمشي. لا حد زعل بن ادم زي دي حد زعل بن ادم زي دي فالله 2 فولت وتنور نايل على عينك بقى نام في الكبنين في قلب الكنيف نفسه. بلغت عني الحكومة؟ وأنا اللي كنت فاكر إنك هتبقى الحتة الطرية اللي في حياتي اللي كان عندي استعداد إن أحرم نفسي من الغطا عشان تستغطي أحرم نفسي من العشاء عشان تستعشي. أنت اللي زيك مش لازم يهمش اليوم الثلاث إيه؟ ولا الأربع. بتقول إيه؟ بقول إيه؟ الزرينة اللي بره دي بتاعت إيه؟ يا ربيت الشغل. شغل إيه؟ رياض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ساتر. فازوق كبسة. كابوس تقوزع. كابوس مو. كابوس مو. أنا هقوم أغسل وشي من الصوف البطنة اللي في صدرك ده. تيجي فين في حلقة اللمبي؟ شكته. ده أهو. عندك. Thank you.
يعني هعرفها شوية يعني. ليوت كده أحلى بكتير. يعني مش يعني كده أحلى من absolutely. نعم absolutely. absolutely. حلوة قوي يا عيني. ريوت على فكرة أنا مستنيك في أوضة المكتب. أنا جاي أسمعك الكلمتين اللي هتقف تقولهم قدام الطابور، فهمت؟ أيوة طبعاً فهمت. ركز معايا عشان تحفظهم كويس. حاضر. هات ودنك. أنت هتنيمني تنون طرطاطيسي ولا إيه؟ طخطاطيسي؟ آه. التنوين اسمه طخطاطيسي؟ تنون طرطاطيسي أنت تقول تعالى بتعمل لي كده. بقول لك هات ودنك عشان ما حدش يسمعنا. حاضر. هات ودنك. دكتور أنا لازم أشوفك. لا 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 ما ينفعش ما ينفعش بليز من فضلك. محتاجة أقعد أتكلم معاكي. خلاص أوكي أول مرة ينزل أنا هكون عندك. باي. أنا هضرب نفسي. لا خلاص بضرب نفسي. خلاص من نفسي. اليوم اللي شفتك فيه بضرب نفسي. خلاص طب لا عارف تتكلم ولا عارف تقول حاجة ولا عاوز تفهم. والله أنت إيه؟ خلاص أنا لم أنا رياض. لا فاهم؟ لا أنا بتعمل إيه؟ لا أنا بعدلك عشان الزبلاية تبقى تمام. اسمه الزبلاية؟ الزبلاية ده. اسكت! حاضر اسكت! حاضر طيب. وكان بيكلمنا في إيه؟ ان شاء الله داخل توزع اللبن. ايه اللي بتقوله ده؟ فتحته الساعه كام النهارده؟ هي ورشه خراطه. ايه طب مش عارف اقول ايه. حد سال عليا في السجن. مين هيسال عليك انت؟ بقول ايه انا مش عارف اقول يعني ايه. مش عارف تقول ايه؟ طب انا مش حفظتك كل حاجه وفهمتك. مش من المرتفق. وايه المشهد اللي انت ماشيها دي؟ انا الكلاب كانت على الطابور من الرجل وانا جاي. دول خطفوا كيس السندوتشات مني. ومين ده كلاب خطفوا؟ ده حد يفهمهم ان انا مدير السجن يعني. حاضر. حاضر. هم مش بوليسي ولا هم خرمانت؟ هم خرمانت؟ يعني متلخبطين كده خرمانت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بوليسي. طب والعيال دول عملوا ايه؟ حاولوا يهربوا فشلوا يا فندم. طب وانت بتعذبهم عشان حاولوا يهربوا ولا عشان فشلوا؟ عشان حاولوا يهربوا يا فندم. طب والزنازين اترشت قدامنا ولا ايه؟ رشوا ايه؟ وبخرنا كمان يا فندم. عشان النفس طبعا. نفس؟ ما انت اللي مش عارف تفهمنا اي حاجه عامل ايه؟ شكيت تعال. تمام يا فندم. الضيف وصل. طب روح انت. خلوهم يفضلوا هنا انا. روح انت. اتفضلوا فين؟ وانت ينفع تسيبهم كده؟ هم مين دول؟ مش جايب اهلك يفرجوا على السجن برضه؟ هتشل. لا والله هتشل. طب انا عامل ايه لما انت تتشل؟ حد بيجيب اهله يفسحهم في سجن؟ يعني يمكن تغيير ولا حاجه. ماشي هنسى سعادتك يا باشا. اتفضل يا سعادتك يا باشا اتفضل. عارف يا سعادتك ده غير حضرتك ان هو واسع الاطلاع وعلى درايه بامور كتيره ودارس علم نفس. هو رياض باشا زي رياض باشا حضرتك لو تعرفي ايه امشي انا ولا حاجه؟ لا يا فندم اتفضل سيادتك. لا اتفضل سعادتك. اتفضل سعادتك. اتفضل خلصنا. ورياض باشا يعني من الاخر اول ما تشوفوه هتحبوه على طول. انت حثاله المجتمع وطفله الحشره حمار. اوعى تتفكروا ان الحادثه اثرت على دماغي. بالعكس ابسولوتلي انا اللي اثرت على الحادثه. حتى عملت دماغ ودماغ جامده كمان. يعني انا بحب دماغين. يعني بالمختصر المزيد تتلزم بالقوانين تبقى صاحبه وحبيبه وكفاءه. تغلط يا ريت عشان امسكك اعصرك انزل منك اطفال احداث. انتوا ما تعرفوش مين هو رياض البنطلوني. رياض البنطلوني يعني اصغر مدير سجن حصل في تاريخ البني ادمين. رياض البنطلوني اللي شايل قلبه وحاطط مكانه علبه بولاك اسود عليكوا على دماغ اللي جابوك لفه هذا التوهم. لفه ثانيه انت قد ما شربته من فتره قبل كده من ست شبرات. ايوه انت جاي في ايه؟ عربيه خضار.
وانت في عربيه خضار برضو. انت بتشم خضار يا ده هو عسول. تعال خد الاثنين دول رحلهم على زنزانه سوق العبور. يلا انت بقى معلمين خلاص زمن ال